مع الكوسه. مقادير السمبوسه ايه رايك نشوف مقادير السمبوسه؟ شوف السمبوسه بتلف ازاي. انا مش عايزك تغلط وتعور ايدك بالسكينه يعني. لا ركز، مسكه السكينه. بص السمبوسه بتلف ازاي. لحمه مفرومه تتعصق ببصله وتومه حلوه كده، ودايما الشهر الكريم في بدايته لازم يكون عندك في تلاجتك لحمه مفرومه متعصقه. التلاجه ما تخلاش من لحمه مفرومه متعصقه، بتخليها بقى في 50 حاجه. تمام. اولهم يا عم رجايب مثلا صينيه جلاش باللحمه، صينيه رقاق باللحمه، حلو ده، سندوتشات فاهيتا باللحمه، سمبوسه باللحمه، مكرونه بالبشاميل باللحمه، كوسه بالبشاميل باللحمه. شفت السمبوسه زي الفل. لا بشوف السمبوسه ازاي كده. بعد كده عشان اعلمك تلف سمبوسه ترجع الف باء مطبخ. ده حقيقي. بص ده حقيقي. بص 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 شوف يا جماعه بيفرد عضلاته. لا والله العظيم اقسم بالله. لا بص على فكره بص الله مش اتلفت يا شيخ. لا مش لا مستحيل يعني والله. بص انا عايز بعد كده. ايوه دي ايه روح البيت. لا مش غير لا بقول لي ده دقيق، ده دقيق وحليب، دي سوري دي وميه. معاهم يا جماعه تكات الشيف علشان السمبوسه ما تتفتحش مننا مستحيل في النار. فدي تكات الشيف خاصه لما تكون جبنه. معلش دي تاني ايه دي؟ دي معلتين دقيق في شويه ميه علشان يا جماعه السمبوسه ما تفتحش مننا. فبعد على الطرف بتاع كده الحاجات دي على فكره مش تعرفوها في اي حته. شفت ازاي نلف مع بعض شويه. طيب بسيورة جاي قولي تحب اعمل لك انا عارف اللي بيدلعوك. يقول لك يا جو جو. لا ده جو يوسف زميلنا يوسف عابدين. والله النيك نيم ممكن مثلا ريجو. ريجو رو. بتسافر لبنان كتير انت بيدلعوك هناك ريجو؟ لا انا عمري ما سافرت. لا بس كواليس قالت لي كده. انا لبنان هي اللي بتجيني. لبنان بتجيني طبعا. مصر وبدري احنا ممكن نرص لازم صف الطبق. خلي بالك هو لونها كده برتقاني بس دي مقرمشه لطيفه وحلوه. انا بحب ده على فكره. انا بحب الحاجه مقرمشة. تبقى كريسبي ومقرمشه. انا بحبش الحاجه حتى في الفراخ بحب الحاجه تبقى لو عندك يعني سنس في ورصها كده. لا دي شان عالي. ما على فكره ده ال- 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 الشيف رصه معروفه دي. الشيف رصه طبعا.